متابعي يلا كورة في كل مكان، أهلا بيكم. هكون معاكم أنا سمر علي ولايف جديد. هنتكلم النهاردة عن أبرز ما جاء على الساحة الرياضية من أخبار اليوم، وأول أخبارنا أكيد هتكون عن النادي الأهلي في مونديال الأندية. النهاردة النادي الأهلي هيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي هتستمر حتى يوم 12 من الشهر الجاري. زي ما كلنا تابعنا يوم الخميس مباراة الجزيرة الإماراتي مع نادي بيري بطل تاهيتي، واللي فاز فيها الفريق الإماراتي برباعية مقابل هدف واحد. النهاردة هتتلعب مباراة الدور الثاني، واللي هتكون ما بين النادي الأهلي ونادي مونتري المكسيكي الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان، والفائز منها هيلاعب نادي بالميراس البرازيلي يوم الثلاث المقبل إن شاء الله في نصف النهائي. النادي الأهلي طبعا هيفقد نجوم كتيرة أساسية في مباراة النهاردة، بعضها للإصابة وبعضها غيابات بسبب منتخب مصر. عندنا هيكون مثلا أكرم توفيق إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وبدر بنون لمضاعفات فيروس كورونا، محمد شناوي، عمرو سولية، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، كل دي غيابات بسبب تواجدهم في منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، واللي بنتمنى له طبعا كلنا التوفيق إن شاء الله في مباراته بكرة ضد السنغال في النهائي. زي ما كلنا تابعنا على موقع يلا كورة النهاردة تشكيل النادي الأهلي المتوقع، واللي هيكون في حراسة المرمى علي لطفي، خط الدفاع كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، خط الوسط محمد هاني، إليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول. خط الهجوم أحمد عبد القادر، حسين الشحات، طارق طاهر، محمد طاهر أو لويس ميكسيوني. وبحسب لائحة البطولة، ففي حالة نهاية المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي هيتم اللجوء للوقت الإضافي على شوطين 15 دقيقة و15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل بيتم اللجوء لركلات الترجيح. طبعا احنا كلنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة إن شاء الله ويكمل مشواره في البطولة. تاني أخبارنا النهاردة هتكون عن تصريح مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، واللي أعلن خبر صار للجماهير النهاردة، الجماهير المصرية النهاردة، بتوفير 10 طائرات مختلفة الأحجام لنقل الجماهير من القاهرة للكاميرون لدعم ومساندة منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا غدا إن شاء الله. سيادة السفير مدحت المليجي قال إنه سيكون هناك ما يقرب من 3000 مشجع سيتم نقلهم عبر 10 طائرات لمؤازرة منتخب مصر أمام السنغال. طبعا كلنا عارفين إن منتخب مصر هيقابل بكرة منتخب السنغال الساعة 9 في نهائي أمم إفريقيا، مستنيين إن شاء الله التوفيق والفوز والمكسب، وإن شاء الله منتخبنا يرجع لنا بالكاس. آخر خبر معانا النهاردة هيكون عن موضوع أثار الجدل على كتير من الجدل على السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، وهو هل تعمد محمود جاد الاحتفال أمام الحكم بكاريم جسامة بعد الفوز على الكاميرون؟ كلنا شفنا احتفال جاد بعد الفوز على الكاميرون واندفاع اللعيبة على محمد أبو جبل لتهنئته بتألقه في التصدي لركلات الترجيح. البعض ربط احتفال جاد بأنه كان متعمد أمام الحكم بكاري جسامة، ولكن ده طبعا ما حصلش. جاد لم يتعمد الاحتفال أمام الحكم الجنبي، ومصدر مقرب من اللاعب قال في تصريحات خاصة ليلا كورة أن جاد لم يقصد، والحكاية كلها إنه كان بيجري عشان يحتفل مع زملائه ولم يرى الحكم أصلا ولم يتعمد الذهاب إليه. انتهت تغطيتنا وأخبارنا النهاردة، استنونا في تغطيات جديدة على مدار اليوم. كنت معكم سمر علي، شكرا لمتابعتكم.